استحداث منحة المرأة الماكثة في البيت وفتح التسجيلات. قبل أن نبدأ مع بعض فيديو اليوم، لا تنسون فضلا وليس أمرا بالإعجاب الاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تدعي فيها فتح التسجيلات للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، بالإضافة إلى تداول روابط مواقع إلكترونية غير رسمية وغير معروفة. بالإضافة إلى ذلك، لقد ادعت هذه المواقع أن قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت وصلت إلى 800 دينار جزائري، وتستفيد منها كل النساء الماكثات اللواتي لا يستفدن من منحة البطالة، بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 300 دينار بهدف تلبية احتياجات الأطفال ابتداء من جانفي.